السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص الموضوع السابق اللي هو آخر فقرة ضمن الووتر شيت سيت اب اللي احنا سويناها الكونفيجريشن، هسه احنا مثل ما نلاحظ انه منطقة الدراسة كملناها بالكامل، بالمناسبة نقدر نغير على الستريم anything، فأريد أسوي كونفيجريشن. فما أروح على الكونفيجريشن يعني اديتر أقول له نيو كونفيجريشن، هاي آخر خطوة تصير بعد ما اكمل كل الامور الداخليه اللي هنا، بعد ما يعني قدر الامكان ما اغير، لان اي تغيير لازم اعيد الكونفيجريشن وانطيها اسم، انطيها ديسكريبشن. التايم ستيب لا تختارون 1 مانث، لان يطلع لك كلمه يعني الانفاليد تايم ستيب انكريمنت، يعني زياده الوقت غير صالحه. فابدي من 1 داي الى اخر رقم معطيك اياه هو 5 منت، هاي ضروري تنتبهولها. يعني هواي عدد، والدليل انه انت من تسويها وينطك اياها وتمشي بالامور، وهاي راح تلقائيا لاحظ انها ما مطينا زياره 1 داي تايم ستيب 1 داي، لو كان 1 مانث يكتب لك انه زياره الوقت غير صالحه. فانت انطي 1 داي اعلى شيء، او تنطي 1 اور نو بروبلم، وبهالشكل انه تقول له اوكي وتخلص يعني انه الكونفيجريشن راح ينفتح بهذا الشكل. فمن تروح للخطوه اللي بعدها اللي هي خاصه بالريزرفوار نتورك، تقول له يس سيف، راح ينتقل للريزرفوار نتورك، تسوي نتورك هنا. نجي من نشتغل على الريزرفوار نتورك، لازم اني بالووتر شيت سيت اب مسوي على الاقل 2 ريزرفوار او اكثر، لان هي اسمها نتورك شبكه، فلازم يربط هذا الخزان مع خزان ثاني او غيرها. فمن هذا الباب انه النتورك لازم اكو اكثر من خزان، يعني ما تقدر انت تسوي نيو نتورك وانت عندك بمنطقتك مال الدراسه خزان واحد فقط، هاي ضروري تنتبهوها، يعني يصير نوت اكتف ما يتفعل. فحبيت هذا الفيديو بهذا الفيديو انه اوضح مشكلة الكونفيجريشن، ان الكونفيجريشن اللي ضمن من ضمن ال يعني التايم ستيب، من اروح اقول فاينل نيو كونفيجريشن ضروري انتبه لموضوع التايم ستيب. التايم ستيب ضروري ننتبه له، ليش؟ لانه احنا بي نتحدث عن الوقت. اذا اختاريت 1 مانث يطلع لك هنا تايم انفايلد تايم انكريمنت، يعني زيارة وقت غير صالحة، فحاولوا تغيره من البداية. فانطيه هنا لحظة، انا انطيته 1 داي، ما انطاني هاي العبارة، هي هاي اللي سألنا بيها على الاغلب، حتى ان واحد يكون مثل ما نقول يعني في باله. فتقدر بعدين تقول له سيف كونفيجريشن، بعد ذلك تنتقل على الخطوة اللي بعدها. اتمنى تكون واضحة عندكم سبب الخلل، ان شاء الله حلت في هذه الفيديو. إذا عندك أيضا أي سؤال أو استفسار ضمن الموضوع، تقدر مباشرة تراسلني على القناة، وإحنا إن شاء الله نسوي لك فيديو بي يوضح لك حل المشكلة اللي تواجهك، وننشرها أيضا على القناة. بفيديو آخر إن شاء الله اللي راح نبلش فيه بالريزرفوار نتورك، نلتقيكم إن شاء الله. دمتم بأمان الله وحفظه.